مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلا ام علي. عندنا 6 قطع باف باستري، هلا بحطهم بالفرن لياخذوا اللون الذهبي. هول الباف باستري بعد ما حطيتهم بالفرن واخذوا اللون المطلوب. هلا لنكفي الطريقة مع بعض. عندنا نص لتر حليب، كريمة، ملعقة طعام جوز الهند ملاني، 4 معالق طعام سكر، زبيب ولوز محمص وفانيلا. فينا نحط اي نوع مكسرات بقلبها. بحط السكر فوق الحليب، بحركهم شوي ليذوب السكر وبحطهم على الغاز ليسخن الحليب. بالوقت اللي عم سخن فيه الحليب هلا بدي اعمل انا وياكم الباف باستري. شقفهم بهيدا الشكل، كسرهم بهذه الطريقة. خلصنا، هلا بحط عليهم المكسرات. اول شي زبيب، جوز الهند، لوز. بحط الكريمة بالكيس. بسم الله. بسخن الحليب، بحط رشة صغيرة فانيلا. بحركهم مع بعض. بحطهم على الوجه. بسم الله. هلا بحط كريمة على الوجه. اكيد عم حمل فرن من الاعلى، هلا بحطها بالفرن بس لتعطي لون خفيف من الاعلى. هيدي حلا ام علي اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.